وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. أخ يسأل عن حديث: رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، هل ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل معناه صحيح؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، أما عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لم يرد فيما اطلعت عليه لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن المعنى فهناك معارض هو أقوى منه، فإننا في صلاة الوتر نقول: وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. وفي حديث أخرجه البخاري: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهذا الحديث انتظم أربع فقرات، فقرة من هذه الفقرات الأربع زادها سفيان بن عيينة، والبعض يرجح أنها سوء القضاء. على أي حال، فثبت من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي أن يقول هذه الكلمات في الوتر، والتي منها: وقني شر ما قضيت. فهذا يعكر على معنى: رب لا أسألك رد القضاء، والله أعلم. يقول أخو السائل: أدركت الجماعة في التشهد، هل تحسب لي جماعة؟ إن شاء الله تحسب لك جماعة، ولكن أجرك ليس كأجر من أدرك الجماعة من أولها. وهذا ولا يخفى أو لا يفوتنا أن نذكر بحديث: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فقد يعترض معترض على الجواب السابق بهذا الحديث، فأقول وبالله التوفيق: إن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنما هو متعلق بالمواقيت، أي من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، والله أعلم. يسأل سائل عن الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة ويعقبها بصلاة العصر؟ نعم يجوز ذلك، خلافا لمن كره ذلك من الحنابلة، ولا أعلم لكراهيتهم مستندا، وقد جوزه عدد من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك يا رب. حضرتك ليا سؤالين، السؤال الأولاني: لو واحد نسي سجود السهو قبل آخر ركعة، يعني في الركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية، يعمل ايه؟ وسؤالي الثاني حضرتك: هل يجوز حلق اللحية؟ لا عفوا عفوا، كيف نعم. كيف نسي سجود السهو في الركعة الثانية أو الثالثة؟ يعني سهى لا السجدة الثانية حضرتك. عفوا، نسي سجودا أو نسي سجود السهو في نسي الآخر؟ نسي سجودا، يجيب ركعة ولا يعمل سجود سهو؟ يعني هو نسي سجدة من السجدتين. نعم،
السؤال الثاني فيعمل ايه سواء في الرقعه الاولى او نسي في الثانيه او نسي في الثالثه؟ يعني وضح لي حضرتك اللي في لو نسي في اي في الرقعات اللي كلها يحصل ايه؟ اصل انا ما فهمتهاش المره اللي فاتت. والسؤال الثاني، هل يجوز حلق اللحيه في الوقت ده في ظروف اضطرار مش اللحيه فرض حضرتك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما من نسي سجود السهو، عفوا، من نسي سجدة في الصلاة لا يدري أهي في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، على أي حال إذا نسي سجودا وذكره يأتي بركعة جديدة كاملة قبل أن يسلم. إذا كان السجود المنسي ليس في الركعة الأخيرة إنما كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة والصلاة رباعية ولم يذكر إلا في الركعة الرابعة، يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. أما إذا كان نسي سجود الركعة الرابعة وتشهد، يأتي بالسجود ويتشهد ويسجد للسهو، والله أعلم. أما عن اللحية وحلقها فإطلاق اللحية واجب وحالقها آثم، والمضطر له ضرورته الملجئة إلى حلقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن كل شخص يقدر ضرورة نفسه مع الصبر والاحتساب، والله سبحانه وتعالى ينجي أولياءه. بارك الله فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كنت عايز أسأل مالك يا شيخ، ما في شخص عايز يشتري جهاز، الجهاز ده ممكن يوقع في حدود مليون، فخد أكثر من عرض ثمن الجهاز، فبعد ما وصل لعرض معين من الجهاز واحد قال له انا ممكن ابسط لك الجهاز ده بفائده 7%، يعني ادفع لي مقدم جزء بسيط وانا ارجع ابسط لك الباقي بفائده 7%، فهل يجوز ده يا شيخنا ولا لا يجوز؟ وايه الشكل الامثل لان هو ما يدخلش في شبهه ربا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، هذه المعامله بالصوره المذكوره ربا. بارك الله فيك، السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل البضاعة الراكدة عليها زكاة؟ هي تباع لكن ببطء، هل عليها زكاة مع أنها بمئات الآلاف؟ أقول: نعم عليها زكاة، البضاعة الراكدة عليها أيضا زكاة، ولكن يقوم ثمنها بالسعر الذي إذا أعلنت عنه جاءني المشترون في الحال. فمثلا قد تكون السلعة في الأوقات المعتادة بألف ولكن لن يشتريها أحد، لكن إذا خفضت سعرها مثلا إلى 700 جاءني المشترون في الحال، فأربط السعر على هذا، والله أعلم. أربط السعر الذي تخرج عليه الزكاة على هذا. سائل يقول إنه يعمل في تجارات المواد البقولية والبقالات عموما، يبيع زيتا ويبيع رزا ونحو ذلك، ومع الأسواق الراكدة لا يجد سيولة مادية لإخراج الزكاة، هل يجوز أن يخرج الزكاة من الأصناف التي يتاجر فيها وهي نافعة للناس؟ نعم يجوز ذلك، فإذا كان عندك على سبيل المثال طن من الأرز، أو عفوا عشرة أطنان أو 20 طنا من الرز وجبت فيها الزكاة، هل يجوز إخراج زكاتها رزا من نفس الجنس؟ نعم يجوز. بارك الله فيك، والله أعلم. يقول: هل يجوز الإنفاق على اليتامى من أموال الزكوات؟ إذا كان اليتامى فقراء جاز أن يخرج لهم الشخص
من أموال الزكاة، فالفقراء مصرف من مصارف الزكاة. لكن إذا كان اليتامى أغنياء فقد يكون اليتيم ثريا، فإذا كان ثريا فلا يجوز إعطاء الثري من مال الزكاة، والله أعلم. فالحاصل أن مجرد اليتم ليس مصرفا للزكاة، إنما اليتيم الفقير هو مصرف الزكاة، والله أعلم. يسأل: متى ينتهي حد اليتم، أو متى ينتهي اليتم، يتم اليتيم؟ لأنه السائل مسؤول عن جمعية خيرية فيها قسط من الأموال لليتامى، فمتى ينتهي يتم اليتيم؟ ينتهي يتم اليتيم بأحد أمور ثلاث: الأول البلوغ، الثاني البلوغ 15 عند العلماء، الثالث الإنبات، إنبات شعر حول العانة، والمعروف الدارج عند الناس عفوا هو الاحتلام، لا شك فيه البلوغ بالاحتلام لا شك فيه، لكن قد لا تضبط الجمعيات أمر الشخص إذا احتلم، فليأخذ بالرأي القائل 15 عاما في المتوسط، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلتك؟ اتفضل. حضرتك بالنسبة لبعض المصاحف الهالكة أوراقها، ماذا نصنع بها؟ هل يجوز حرقها أم ماذا نفعل إذا هلكت أوراقها؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. أما عن المصاحف الهالكة التالفة، التالفة أوراقها، فيجوز حرقها، وقد حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف وأبقى على مصحف حفصة رضي الله عنها، والله أعلم. تقول السائلة: هل يجوز وضع المكياج تجملا للخاطب؟ لا يجوز وضع المكياج تجملا للخاطب، لأن المكياج يحدث به نوع من أنواع التدليس على الخاطب. أما الكحل فجائز، الكحل جائز، وكذلك الخضاب الذي هو الحناء جائز، والله أعلم. قد اكتحلت سبيعة الأسلمية واختضبت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تقدم لها أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها، والله أعلم. يقول: هل يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة؟ لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة، لأن الزكوات لها مصارف ثمانية ليست المساجد منها. وقوله تعالى: وفي سبيل الله، المراد به الغزاة وأبواب الجهاد، والله أعلم. يقول: هل أشترك في صندوق الزمالة الذي فعلته الشركة لي؟ أقول: وبالله التوفيق، إذا كنت مختارا فلا تشترك في صناديق الزمالة لما يعتريها من الغرر وتثمير الأموال أيضا في البنوك الربوية، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عايز أسأل على السؤال. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن حكم الأكل قائما. أقول وبالله التوفيق، الأكل قائما يجوز مع الكراهات. أما حديث كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فحديث معلول مستنكر، استنكره أبو حاتم الرازي. أما الكراهة فذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما روى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه نهى عن الشرب قائما، سئل أنس عن الأكل فقال: ذاك أشر، ذاك أخبث، والله أعلم. ولكن ليس ذلك بحرام، وبالله تعالى التوفيق. يقول: هل يجوز للأم
أن تطلع على عورة ابنتها المغلظة؟ لا يجوز ذلك للأم ولا للأب ولا الأخت إلا الزوج فقط، هذا إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك، فضرورة القصوى لها أحكامها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخ السائل أيضا، هو مسافر وزوجته، وجاءت نقطة التفتيش في الجوازات وليس في الدولة التي هو خارج منها، امرأة موظفة مختصة برؤية النساء، وأصر الضابط على رؤية وجه المرأة حتى يطابق الجواز، هل تكشف المرأة وجهها لهذا الغرض بهذا التوصيف؟ نعم، هذه ضرورة دعت إليها الحاجة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يقول أخ السائل، ماذا يصنع ببول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام؟ أقول وبالله التوفيق، يكفي فيه الرش، أن يرش الماء على أثر هذا البول، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ربنا يبارك في عمرك الأولاني يا شيخ. وإياكم، اتفضل. حضرتك أنا عاوز أسأل على المنتقبة من أول ما تحرم للعمرة لحد ما تتحلل. المنتقبة ترفع النقاب وتضع شيئا خفيفا على الوجه، لحديث أسماء، كنا إذا حاذينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل يا مولانا عن رأي حضرتك في المظاهرات اللي بتخرج الأيام دي، الظلم اللي واقع على الظلم اللي واقع في البلد ده. ممكن تراجع الفتاوى في المظاهرات، فصلت من قبل على الموقع، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يجعل وجهتنا وجهتكم على كلمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، أحيانا أكون مرهقا من الليل، أحيانا أكون مرهقا من الليل فأوتر بركعة واحدة، هل يجوز لي أن أوتر بركعة واحدة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، نعم يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر، والله تعالى أعلى وأعلم. قد ذكر لابن عباس أن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ. تفضل. تفضلك الله. لو سمحت شيخ مصطفى، نريد أن أستفسر حكم المشاركة في الدستور القادم، الاستفتاء عليه. سبق لي أن ذكرت أنني لا أدين الله بما في هذا الدستور وبالذي قبله إلا شيئا يسيرا موافقا للكتاب العزيز، لكن عموما أرفض هذه الدساتير كلها، بارك الله فيك، لا الموجود ولا السابق ولا قبل السابق، ففيها أشياء كثيرة بعيدة عن كتاب الله وبعيدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت أهل الإسلام يعودون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولمزيد من التفصيل راجع الموقف، عليه التفصيل في هذا الباب، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ابني عنده 15 سنة وبيتفرج على أفلام كرتون، بيسأل هل هي حرام ولا حلال، وفي يعني أفلام الكرتون وفي ألعاب على الكمبيوتر حضرتك، الحمد هل هي حرام ولا حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فالبعد عنها أفضل، أما التحريم فلا أتحمله، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل،
طلبت مني أمي أن أذهب وأشتري لأبي سجائر من الدكان وأنا أرفض ذلك، فدعت علي، فهل علي من جراء دعوتها إثم؟ أقول بالله التوفيق لك نيتك، فإذا كنت نويت أنك لا تتعاون على الإثم والعدوان فلك نيتك، بارك الله فيك، ولا عليك حينئذ من دعائها، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى العزي. نعم أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. حضرتك بعض أحيان بنضطر لدفع مبلغ بسيط للموظفين على أساس أنهم إحنا لو ما دفعناش بيعرقل المسائل بتاعة الشغل عندنا، وخاصة في المين، إحنا بنشتغل في المين حضرتك. فرأي حضرتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إن كان هذا المبلغ الذي دفع لأخذ شيء ليس بحقك فلا يجوز لك دفع المال لأخذ شيء ليس بحقك، فيكون حينئذ الرشوة. أما إذا كنت تدفع مالا لاستنقاذ حقك المسلوب جاز لك أن تدفع المال لاسترداد حقك المسلوب إذا عجزت عن أخذه بالوسائل السلمية، والإثم على من اضطرك لذلك. فتعريف الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، بارك الله فيك. فإذا كان حقك معطل إلى أن تدفع المال الإثم على من أخذ وأنت لا تأثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايز أسأل الشيخ مصطفى العدوي سؤال. اتفضلي يا أختي. طب يعني هو سامعني دلوقتي؟ أيوه أسمعك، اتفضلي. طب أنا عايز أكلمه. اتفضلي يا أختي، معك، اتفضلي. طب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ. يا اختي اتفضلي بسرعه. اخويا يعني كبير يعني في السن، عنده يعني 45 سنه، فخطب واحده وقعد معاها كويس، يعني قعد سنه كويس خطبها، ويوم كتب الكتاب قالت له يعني انضلي على القايمه ب 80,000 جنيه، وبعدين قال لها طب خليها ب 60 بس، وقالت له لا، وقامت مصوته وقالت له شايف يا بابا مستخسر فيا 80,000 جنيه وانا ساوي 1,000,000 جنيه، اقسم بالله ماني متجوزاها 3 مرات. فاخويا زعل قوي يا شيخ مصطفى، يعني حصلت له صدمه وبسرعه راح عمل عمليه، يعني زعل قوي. ما السؤال؟ ما السؤال؟ نعم. ما السؤال؟ نعم. السؤال الوقت خدت حاجته يا شيخ، خدت الذهب، كان جايب لها ذهب وهدايا وحاجات، خدت كل حاجه. وقال له جاب ناس وقال لهم ردوني الحاجه، ما ردوش يدوا له، قالوا له ما ردوش يدوا له. على العموم بارك الله فيك، الشبكه اذا ترك الخاطب مخطوبته هل هي من حق المخطوبه او من حق الزوج او من حق الخاطب؟ عفوا، هي من حق الخاطب، لكن اذا كانت الفتاه واهلها غرموا غرامات لهذا الخاطب وهو الذي تركهم، خصم من الغرامة من الشبكة قدر هذه الغرامات ورد الباقي إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك في عمرك وفي عملك. الله شيخ الفاضل الجليل، أنا حالة مرضية وأكرمني الله في العام المقبل العام الماضي في نص رمضان، مع العلم اني ما كنتش بصوم سنتين او ثلاثه واربعه لمرض شديد لم استطع، وفضل الله من علي ربنا. ما السؤال يا اختي؟ ما السؤال؟ الله يعافيكي، ربنا يرضى عني. صمت رمضان السنه اللي فاتت وفطرت 7 ايام او 6 ايام من عذر الشرع. طيب لا استطيع الصيام،
ومع العلم باني لم اصوم هذه الايام في حتى في فتره المعافاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد التي عليها أيام وعجزت عن قضائها لمرضها وكان المرض مزمنا لا يرجى برؤه، احتياطا تطعم مكان كل يوم مسكينا، وإن تركت حتى الإطعام فلا شيء عليها عند فريق من العلماء، لكن الأحوط أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. أما إذا كانت تستطيع القضاء فلا بد من القضاء لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هو يصلي إماما بالناس صلاة الفجر يوم الجمعة، ولكنه يشق عليه وعلى المصلين أن يقرأ سورة السجدة بكاملها وأن يقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية بكاملها، فهل يجوز الاقتصار على بعض الآيات من هذه وتلك؟ أقول: نعم يجوز، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت يا شيخ مصطفى، احنا عندنا شركات سياحة وكده، ممكن ننزلها في كل القنوات اللي موجودة ولا لازم قنوات معينة بس؟ نعم. عندنا شركات سياحة. ايوه. ممكن ننزل لها اعلانات في كل القنوات اللي موجودة ولا قنوات معينة بس؟ يعني هل تعلن عن منتجك سياحة كان او غيرها على قنوات فضائية ايا كانت، أم تعلن على القنوات الفضائية التي هي دينة أهلها أهل دين ومنهجها منهج قويم؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، المسألة لا بد فيها من التفصيل، والتفصيل ممكن تتصل أفيدك به، لكن بداية إذا كانت القنوات قنوات صالحة، المال يعينها على أداء رسالتها في الخير أعلن عليها. أما إذا كانت القنوات تبث الفسق والدعارة وتبث الباطل والكذب، إذا أعنتها بمالي ستستمر في رسالتها السيئة، فلا تعاون حينئذ على الإثم والعدوان والله أعلم. وثم تفصيلات أخرى لا يتحملها المقام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هيا شيخ. نعم. هل الفوائد بتاع دفتر التوفير بتاع البريد حلال ام حرام؟ فوائد دفتر التوفير شأنها شأن البنوك الربوية، بارك الله فيك، فابتعد عنها فهي ربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل سؤالا غريبا: هل يجوز ان تلبس المرأة لزوجها في البيت بناطيل استرتش ضيقة جدا؟ نعم يجوز ذلك لزوجها في البيت، أما إذا كان في البيت شباب مراهق كأبناء مراهقون فتتستر بذلك لما جر هذا من الفساد، والنفس أمارة بالسوء والله لا يحب الفساد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: قمت من النوم وصليت الفجر والظهر وفي العصر وأنا أغير الثياب وجدت أثر مني، ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق: أعد الصلوات من آخر نومة نمتها، بارك الله فيك وحفظك الله. يقول الأخ السائل: سأدخل الامتحانات هذه الأيام، والامتحان يبدأ من الساعة 11 حتى 4، هل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات؟ ومتى أجمع؟ هل قبل دخولي الامتحان أم بعد خروجي منه؟ أقول: بعد خروجك منه اجمع الظهر مع العصر، وهذه من الضرورات المجوزة،
والتي استنبط دليلها من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يحفظك ويديك طول العمر بتاعته ان شاء الله يا رب وإياكم. احنا ليا ثلاث أسئلة بس يا شيخنا الله يكرمك. اتفضل. السؤال الأولاني، لو هو واحد تزوج امرأة وطلب منها ان هي بعد ما حملت ان هي تنزل الولد في الأول في الأشهر الأولانية، تنزله ولا لا؟ لا تطيعه في ذلك. سواء يعني، طب لو كان في حاجة مثلا مرض أو إن هو مثلا متعسر ماديا أو غيره. من المريض؟ هي مريضة مثلا. لا، إذا كانت تعجز تماما عن الحمل وشهد الأطباء الثقات بأن الحمل خطر على صحتها، وفي ذات الوقت لم تنفخ الروح في الجنين، فكان هذا عذرا، كان هذا عذرا في إنزال الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، بارك الله فيك. طب الروح بتنفخ امتى يعني، بعد شهر كام؟ عند جمهور الفقهاء على حديث ابن مسعود بعد 4 أشهر، لحديث إن أحدكم يمكث خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون بعد 4 أشهر يعني. بعد 4 أشهر هذا الذي تنبني عليه الأحكام الفقهية، بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة لو هي واحدة تعرضت لحالة اغتصاب، يعني ربنا يعافي جميع بنات المسلمين يا رب، آمين، هل وهي حملت من حالة الاغتصاب دي، هل هي تنزل الولد ده ولا تعمل ايه؟ الروح نفخت فيه ام لم تنفخ؟ لا طبعا هي عرفت في بعد شهر مثلا او شهرين ان هو ان هي حامل من الاغتصاب ده. يعني اذا كانت الروح لم تنفخ فيه فعلى ما سمعته انت من قبل. ايوه نعم، اللي هو لسه ما وصلش 4 شهور. لا عرفت قبل ال4 شهور. اذا كانت الروح لم تنفخ فيه، اذا كانت الروح لم تنفخ فيه. السلام عليكم. تنزله يعني؟ بالنسبه لحضرتك في سؤال اخير بعد اذن حضرتك. نعم. بالنسبه دلوقتي احنا بندخل الامتحانات بنلاقي ان في غش جماعي، الناس كلها بتغش. طبعا انا بلتزم، من غش فليس منا، فبقول للناس يا جماعه انا ولا بغش ولا بغشش، فهم طبعا اصدقائي بيزعلوا مني ان انا ما بغششهمش، بس مش دي المشكله. المشكله ان هم كلهم بيغشوا في حضور الدكتوره او الدكتور او المعيد، ومفيش اي مشكله خالص، بل بالعكس في بعض الدكاتره والمعيدين بيغششوا كمان. بالاضافه ان انا يعني طب اعمل ايه، فبضطر كمان ان انا يعني اغششهم اغش انا كمان، بان هم هيجيبوا درجات اعلى مني كده. هل هذا جائز؟ اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، لي أخت فقيرة، هل يجوز إعطاؤها من زكاة مالي؟ نعم يجوز، وهي الأفضل، وهي الأفضل إذا كان زوجها فقيرا، فالأفضل أن تعطيها من زكاة مالك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب لها أجران، صدقة وصلة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، قمت من نومي وقد رأيت رؤيا مفزعة، وأريد أن أقصها على شخص، هل الأولى أن أقصها حتى يعبر لي معبر أم لا؟ أقول: إذا رأيت رؤيا تكرهها فلا تخبر بها أحدا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل أيضا، هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ تحية المسجد على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. هذا وبالله تعالى التوفيق.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ عدة أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول، أبي توفى من حوالي يعني سنة، وكان طرق لينا في البريد في البوسطة يعني دفتر توفير يعني، والمال ده راح لينا بعد كده. لنا صح، لنا ليس ليس لنا. لينا لنا نعم لنا نعم. وعليه يعني تقريبا فايدة. طيب فالفايدة دي أطلعها يعني؟ إذا علمتي أصل رأس المال والعائدة الربوية أخذت رأس المال وتركت الفائدة الربوية، وإذا أخذتها فأعطيها لفقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم قرابة. يعني خذي رأس المال والعوائد الربوية أعطيها لفقراء بعيدين عنك. السلام عليكم. ويضيف الأخ سؤالا يقول، إذا لم تكن تعرف قدر رأس المال تقرب المسألة تقريبا وتحتاط لنفسها وتزيد في المال المخرج شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل، رأيت أو التقطت 20 جنيها من ميدان رمسيس في القاهرة، ماذا أفعل بها؟ إذا وجدتها في الطريق 20 جنيها، هذه لقطة يسيرة بالنسبة لميدان رمسيس، وصاحبها لن ينشدها لمدة سنة، فعلى ذلك لك أن تأخذها وأن تستمتع بها ما لم يأتي صاحبها والله أعلم، ولا يلزمك أن تنتظر بها سنة، لأن 20 جنيها لن تنشد لمدة سنة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تكرمت فيك الشيخ، يا ابني يا كمسلم ان انا اشارك في الساعة الظهر. أخبرت من قبل أنني لا أدين الله بهذا الدستور ولا بالدستور الذي قبله، فكلها دساتير باطلة ملئت وشحنت بالمخالفات لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول، ما حكم تقسيم أيام العمل بين المدرسين صيفا حيث لا طلاب؟ أقول، إذا كان هذا بموافقة المدير المباشر ولن تتعطل أعمال للمسلمين فلا بأس بذلك والله أعلم. أعود قائلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ عبد الجليل. وإياك، تفضلي. شيخنا لو سمحت، هل ورد نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب في الهيئة، يعني أن مثلا تصلي الوتر 3 ركعات بتشهدين؟ وهل من الممكن أن أنا أصلي سنة الظهر 4 ركعات متصلات بتشهدين، ولا الأولى تشهد واحد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحديث لا تشبه الوتر بالمغرب الراجح لدي ضعفه لا يثبت، فعلى ذلك يجوز أن تصلي الوتر 3 ركعات بتشهدين ويجوز أن تصلي بتشهد واحد، أما الحديث لا تشبه الوتر بالمغرب فضعيف والله أعلم. يقول، هل ممكن أن أصلي سنة الظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟ هذا جائز، وجائز أيضا أن تصليها بتشهدين، وجائز أيضا أن تصلي 2 ركعات ثم تسلم ثم تصلي 2 ركعات والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، ما المراد بقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة؟ هل بلوغ الأشد هو 40 عند 40 سنة؟ أقول وبالله التوفيق، كذا قال البعض، لكن البعض قال بلغ أشده ثم بلغ بعد ذلك 40 سنة، فبلوغ الأشد
لا يلزم أن يكون عند 40 سنة عند فريق من العلماء، بل قال البعض قد يكون في حق بعض الناس اكتمال العقل عند 40، وقد يكون عند آخرين دون ذلك. والواو ليست تفسيرية في قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فالواو قال بعض العلماء ليست تفسيرية، إنما هما حالان، بلوغ الأشد وبعد بلوغ الأشد 40 سنة، كما في اليتيم إذا بلغ وآنست منه رشدا، قد يبلغ اليتيم ولا آنس منه الرشد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يحفظك. السؤال بالنسبة للتفسير، إن استطعتم أن تنفذوا من يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ما المقصود بسلطان؟ لو سمعت كتاب التفسير بتاع حضرتك اللي هو نازل في سورة سؤال وجواب، يعني موجود في يعني مكتبة، يعني مثلا في يعني دار نشر، في يعني بتاع ده. بارك الله الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. أما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وكذلك قوله تعالى في سورة صاد أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. واستدل بهم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى على فشل الذين يغزون الفضاء ويقولون إنهم سينتقلون إلى كوكب كذا وكوكب كذا، فقال هؤلاء محكوم بهزيمتهم، لأن الله قال فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقد استفاض الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الصدد في تفسير الآيات المذكورات. أما تفسير التسهيل، تفسير القرآن في سؤال وجواب، فتقوم بنشره مكتبة مكة بطنطا، ولها وكلاؤها في القاهرة في الأزهر، والقائم على المكتبة الشيخ إبراهيم جاد وفقه الله لكل خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز صلاة الوتر قبل الفجر بنصف ساعة؟ نعم، وهذا أفضل. هل تجوز صلاة الوتر قبل الفجر بنصف ساعة؟ نعم، وهذا أفضل من صلاتها أول الليل، إذا كنت تستطيع تأجيل الوتر إلى آخر الليل فتأجيلها إلى آخر الليل أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى معايا؟ تفضل. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك عن حكم اللي بيشارك في المظاهرات دلوقتي وكده، يعني عن دفع الظلم وكده ومناصره الحق. انا فصلت القول في المظاهرات في محاضره في دروس سابقه، فراجع على الموقع في النت، بارك الله فيك، باستفاضه، بارك الله فيك. ما معنى المزمل؟ المزمل هو المتلفف في ثيابه، المتلفف في ثيابه، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا هل ورد في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر قول لأهل العلم مؤداه أن المراد بتطهير الثياب تطهير النفس من الخيانات والغدر؟ أقول نعم، ورد ذلك، بل هو مشهور عن المفسرين، مشهور تفسيران للآية وثيابك فطهر، طهر ثيابك من الدنس والوسخ الذي عليها، والآخر طهر نفسك من الغش والخديعة والغدر. وأستشهد في ذلك ببيت شعر، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، والله أعلم. يقول أخو السائل ما الرأي في هذه التفجيرات التي تحدث في بلاد المسلمين؟ أقول أستنكرها بشدة،
وهذه تفجيرات أظن والله أعلم أنها لا ترضي الله، هذا ظني والله سبحانه وتعالى أعلم لما يعتريها من قتل لنفوس ذكية بريئة، فهذه التفجيرات لا تجوز في بلاد المسلمين. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: ابنته لها أسنان بارزة، أسنانها بارزة، هل يجوز أن تذهب إلى طبيب لتقويم الأسنان أو طبيبة لتقويم الأسنان؟ فالسؤال إنما هو عن تقويم الأسنان. أقول وبالله تعالى التوفيق: إذا كانت الأسنان البارزة خرجت عن حد الاعتياد الذي عليه الناس فيجوز لها أن تذهب لتقويمها، فإذا كان الأمر للعلاج جاز، إذا كان الأمر للعودة إلى ما عليه عموم الناس جاز، وهذا يستثنى أو هذا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام في لعن أربع: إذ لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فالمتفلجات طلبا لمزيد من الحسن، أما إذا كانت تريد العودة إلى ما عليه عموم الناس فلا بأس بذلك والله أعلم. يقول أخ السائل: هل يجوز لزوجته أن تلبس له الباروكة من شعر من الشعر؟ أقول بالله التوفيق: منع عدد من العلماء ذلك ومنعهم راجح، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي حضرتك كان سواق ميكروباص والضبط ماشي على الطريق وأذن الظهر بأذن وما بلحقوش جماعة، وباجي برضو بكون بروح أصلي من غير ما أصلي جماعة، وبرجع على الصلاة حضرتك صلاة العصر نفس الطريقة. يعني عفوا، أنت تكون على سفر أم تكون داخل البلدة؟ على أي حال إذا كنت مسافرا فلا إشكال، وإذا كنت من أهل البلدة فوصل الناس واحرص على أن لا يفوتك وقت الظهر، يعني احرص أولا على الجماعة إن عجزت، فاحرص على أن لا يفوتك وقت الظهر حتى يدخل العصر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الأمين الكريم وسنة نبيه الأمين، اللهم آمين. أسأل الله أن يجمع بين أهل مصر على الكتاب والسنة، وأن يحقن دماء أهلها، اللهم آمين، وأن يجمع بين الجميع على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تعلم